السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنتمنى أنكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم هو تكملة للبسة ديالنا ديال السروال لارج بلس كيمونو أو زائد كيمونو. ودابا غادي نبداو بالخياطة. هما البياسات ديالي كاملين ديال الكيمونو، هاو الكيمونو والكمام بجوج و السينتا. غنجيو الكمام ديال الكيمونو وغادي ناسومبليهم، غنديرو الوجه على الوجه بحال هكا ونخيطوهم من هنا. بعد ما خيطناهم ودرنا لهم السورجي من الجناب، هذا هو الكيمونو ديالنا. اول حاجه نخيطوها هما الكتاف، غنشدو غنديرو الوجه على الوجه وخيطناه، خيطناه ودرنا ليه السرج. ناخذ الكم ديالنا ونقلبوه وهاد الخياطه، هادي الخياطه غتكون من التحت من هنا، هادشي هنا لتحت. اش غنديرو؟ نديرو هكا، تكون الخياطة لتحت بحال هكا، ونحلو هذا وندخلوه بهاد الطريقة هادي على أساس يجي الوجه، الوجه مع الوجه، يجي الوجه مع الوجه. غنجيو لهاد البلاصة هادي وغنلاقيو معاها خياطة بهذه الطريقة هذه. ضروري ديرو الفنيت، لأن هاد البلاصة شوية صعيبة. وغنكملو هذا كامل بالفنيت باش نيفيتيو أنه يكون عندنا ديكالاج. وهنا هو كملتو كامل بالفنيت. الطريقه كيفاش؟ هو غادي نخيطو واحد سنتيمتر وحنا غاديين، غنوريكم بالماكينه ولكن نوريكم دابا باش تفهموا. غاديين غتجيو حتى لحد هاد النقطه هادي، هذا باش تفهموا، تجيو حتى لحد هاد النقطه هادي. ها حنايا دابا مثلا هذا هو هو البره ديال الماكينه، غتجيو هكا 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 حتى لهنا، تل هنا اللي مقابل مع هاد البلاصه هادي. ومن بعد اش غديروا؟ غدوروا بحال هكا الخيط وغتكملوا ثاني هكا. انا غنوريكم الطريقه دابا، غير خاصكم غير تضبطوا هاد المسافه هادي. حتى كنوصلو لديك النقطة اللي بغينا. نجي باش نهز البرة ديما تكون هابطة لتحت، ندير هكا ونبدا نقلب. دابا صافي وصلنا ديك البلاصة، هادو يكونو
ديما ندخل يدي من تحت هاد الثوب الفوقاني باش نجر لتحتاني هكا باش يكون عندي كلشي مقاد. نسرح الثوب مزيان نهبط. دابا نخدم على راحتي ديما نحيدو الفنيت قبل من البرة، لانه الا مشات تضربت البرة في الفنيتة غتهرس البرة وتهرس الفنيتة. وهادو ديما هاد الخياطة نديرو لها اما هكا يا اما هكا، المهم تكون مايله. الا كانت عندكم الخياطه مفتوحه، انا علاش درت الخياطه مسدوده؟ لان الثوب رهيف، لو كان الثوب ليض ما غاديش نسدوه من هنا، غنخليو هادو محلوله وغنفتحوهم غنديرو طرف هنا وطرف هنا وغنخيطو، لان هنا عادي يعني ماشي مشكل لان الثوب رهيف. هنا نوريكم كي جات الخياطه، نحيدو بعض الخيوط شفتو كي جات هنا، هاهي الخياطة قادة وهنايا شفتو كي جات، يعني مثلا ملي كنديرو هكا أول خياطة كتجي مقادة كي جات. ومن بعد دابا غادي ندوز السورجي على هذه كامله. بالنسبه لما عندكمش السورجي وبغيتو مثلا عندكم ماكينه ديال الزيكزا، نوريكم كيفاش تخدموه نفس الطريقه اللي كنا درنا في الفيديو السابق اللي فيه كنت درت داك الثوب الغليظ كنت درت منه سرابت ديال المسيح. نفس الطريقه كناخذو دونك كنديرو الزيكزاك، كنديرو الزيكزاك ديرو شويه غليظ ما ديروش رقيق ديرو في الوسط. وبالنسبه لهادي كنكبروها شويه يعني حتى لاربعه، وهذا راه كيكون مفتوح. ها هو انا دايره فيه تسعود دايره عريض. كندوزو في هاد، الا كتشوفوا هاد واحد الفتحه كاينه هنا من تما كنشوفوا التوب، يعني كندوزو فين التوب كندوزو هنا وكنخليوه يدور على الجنب، ندوزو هنا وهنا، يعني البره فين كتضرب في الزيكزا كتضرب في جوج بلايص كتضرب هنا وهنا. حنا كنجيبو البره كتضرب في هاد القنت هذا باش كتجمع لينا البياسه وكتضرب هنا في نفس الوقت. هنايا قاد الخياطة كل شيء هو هذاك الحمد لله مقادة مصوبة قلبو هذا تا هو. غادي نشدوها غنديرو الوجه على الوجه، ها هو الوجه، الوجه ديال الثوب وهو الظهر، نديرو الوجه على الوجه بهاد الطريقة هادي وغنخيطو. من بعد مني خيطناه غنجيو غنديرو ليه الطريقة هادي ونبداو نلصقو. دابا غادي ندوزو للسينتا اللي كتكون هنايا. بالنسبه ليها كما قلت لكم درناها جوج وخيطناها وشديتها ودرت ليها دوزت ليها السورجي درت ليها بحال هكذا هكا بهذه الطريقه. دابا غادي ندوزها هنايا. كيفاش غادي ندير ليها؟
غنجيو البلاصه ديال الملاقيه، هذه هي بلاصه الملاقيه ياك. غنجيو هنا اللور ديال الكيمونو، هنا الظهر، شدو العنق ونحسبوا الوسط ديالو، نشوفوا الوسط ديالو فين كاين. كيفاش نعرفوا الوسط ديالو؟ نشدو هاد القنت وهاد القنت الاول ديال الكتف، غنلاقيوهم بحال هكا. إذن هذا هو الوسط، دير واحد خون صغير، هو شتو هو، وغادي نشدو غنشدو هادي هنا فين قلت لكم كاينه الملاقيه، ونديرو هكذا نحطوها على الكرون اللي درنا بهاد الطريقه هادي، نفتحو هكا. بالنسبه لهادي اللي بغى يدير كبر يدير كبر، انا بغيت ندير هاد المسافه هادي. ممكن نبداو نلصقوهم هكذا بالفنيت، ومن بعد مكملنا هاد السنتة اللي كتجي هنا في الجنب. كما قلت لكم درت لها السرجيل الاول، الاول عاد ركبتها، اولا ركبوها وعاد ديروا السرجي اللي يعجبكم ثم اختاروا. ها هي جات من هنا، هي هذيك في العبار، شفتوا نتوما الا خفتوا ما يجيكمش العبار هو هذاك، ديروها هي طويله باش اللهم تجي زايده احسن ما تجي ناقصه. الكمام غادي نديروا ليهم لوغلي بحال لوغلي ديال السروال، نفسو غنديرو واحد على واحد على واحد على جوج اللي يعجبكم. شوفو نتوما على حساب الفصاله اللي فصلتو، انا غندير واحد على واحد لان على حساب الفصاله اللي فصلت خليت جوج، يعني واحد على واحد، اولا ندير نص على واحد ونص. المهم هنايا ناخذ غير جوج سنتيمتر، ملي غادي ندوز الكميمات في لوغلي غندوز لوبا هنايا، وغادي ندير حتى هنا غندير لوغلي. كيفاش الطريقه اللي غندير لوغلي؟ مثلا هاد السينتا هادي هنايا، مثلا حاولوا تخرجوا هادي، تخليوش هكذا وتخدموا، لا خرجوها هكذا هاد السينتا اللي كنا ركبنا، تشوف لهنا، وهاد بلاصة الخياطه شوف لهنايا، وتبداو دير واحد لوغلي واحد على جوج. الثانيه الاولى فيها واحد سنتيمتر، الثانيه الثانيه فيها جوج سنتيمتر، وتحاولوا هاد القنت هذا دخلوه هكذا لداخل، ميجيش على برا، ميجيش خارج الشنتيف ديالو، صافي وتخيطوا وديروا لوغلي على الكيمونو كامل. من بعد نكمل هادشي ونرجع لكم نوريكم النتيجه. ها هو الوغلي كيفاش جا كما كتشوفوا، وهنا الوغلي ديال الكمام قديناه جاب الطريقه، واللبسه هي هذه. مازال خصو المصلوح، الحاجه اللي كتبين البياسه هي المصلوح، ضروري خاص من وراء الخياطه تصلح البياسه لان كل حاجه كتشد بلاصتها. بحال مثلا هنايا شفتوا خاص هذا يتصلح باش تقاد، وغنوريكم كيفاش المصلوح، ماشي غير يجي يصلح وصافي. غادي ندير لكم واحد الفيديو نوريكم كيفاش تصلحوا البياسه ملي تكمل في الخياطه، وكيفاش تصلحوا هذا الكيمونو بالتحديد. غندير لكم دابا من ورا هذا، غنحط لكم فيديو ديال المصلوح وغنوريكم البياسه ملبوسه كيفاش كتجي. كنتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش جيم الى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.